الو، اهلين استاذ ريحان. بدي حاكيك يا شكور اغا، مشان اصحاب الاراضي لسه ما استعانوا بمحامي لهلا. قريبا يا انسه، قريبا رح يكونوا عندك اليوم المساء. بدي اسالك عن موضوع، ساعدوا رجع شي؟ لسه ما رجع. رح يكون احسن انك تلتقي مع زياد بدون ما تعلقوا مع بعض، يعني ما لازم توقع حالك بمشكله معه. اخ منه، لو بس اعرف لوين راح. بكره بيرجع يا انسه. يمكن بيكون راح على ضيعة بيريتان او على ضيعة باساك، كانت علاقته منيحه مع زياد، بلكي ساعده راح مشان يشوف زياد. باساك او بيريتان لكان؟ هلا فهمت. شكرا لك يا انسه، والله ما رح انسى مساعدتك. هي بنوب معي. طيب وهلا ما رح تجي؟ بيتي وبتعرفي لساته محله، ما بيزبط التفاهم بهيك امور عن بعد. يعني كل اللي بدي اقوله، كيف رح تمشي لي شغلي اذا انت مانك جنبي هون؟ يعني انت بمالطا وانا هون. ايه ماشي بشوفك عن قريب. بشوفك لكان. قلت بريتانا وباساك يا اغا؟ ايه هيك قلت. ما بظن انه هيك. ها ريحان هيك قالت لي، هو يمكن يكون هنيك. جمع لي الرجال يا عبد الله، بكره شوف كيف راح فوت على بريتان وباساك. اصحك ما بدي اياك تعلق مع اهل بريتان او باساك ابدا. لكن شو بساوي؟ شي بتقلي ضروب وشي بتقلي اصحك يا اغا؟ تسمع الحكي وبتنفذ. انا قلت لك انه ما عاد معك وقت ابدا. بقى ليش عم تتدخل بشي ما بخصك؟ ليش عم تضيع لي وقتي؟ رح ركز على شغلي يا اغا، اسف. معناها شو واقف عم تستنى؟ روح يلا على شغلك. لازم تجهزوا لي حالكم مشان نعمل مثل ما بده الاغا، كل واحد على شغله. يلا بسرعه. اجا الاغا. تفضل يا اغا. شو جاهزين؟ كله تحت امرك. اذا معلوماتنا صح، ساعده بيكون بضيعة زياد او بضيعة باساك. ايه بس صعب علينا نروح على مكانين بنفس الوقت. ايه نعم معك حق يا اغا. واذا ما قدرنا نروح لعن زياد، معناتها رح نضحك عليه ونخليه يجي لعنا. ايه رح نخليه يجي لعنا، بس شلون بدنا نساوي هيك يا اغا؟ هداك الرجال اللي اسمه جعفر ما واقف طريقنا بقصة الاراضي. ايه فاذا صار معه اي شيء لهذا الرجال، الخبر اكيد رح يوصل لعن زياد، ونحن شو رح نساوي؟ لازم نأذيه لهذا اللي اسمه جعفر. وساعتها بتشوف كيف زياد رح يجي لعنا على رجليه. مزبوط كلامي؟ ايه يا اغا، ايه معك حق انت. هيك منضرب عصفورين، اول شي هذا جعفر بيتربى، وتاني شي هيك زياد بيجي لعنا بايديه ورجليه يا اغا. يلا شد الهمة لشوف، ما تضيع وقت مثل عادتك. يلا لشوف. بأمرك يا اغا. يلا اتحرك. يلا انت وياه. يلا بسرعة، ليش واقفين؟ جهزوا لي حالكم. يلا أهلين يا أغا. أهلين يا أغا، شرفتنا يا أغا. شرفتنا والله. أهلين يا رجال. أهلا وسهلا فيك يا أغا. أهلين فيكم. إيه والله، تعوا معي لنتفرج على شغلكم الجبار. طلعوا على الشمس، حسوا بدفى الشمس. تحت هاي الشمس عم تعرقوا وتتعبوا، وحاسس فيكن. أنا أجيت يا أخواتي مشان شارككن تعبكن وتشكركن. شايفين كيف حطينا أساسات هالسد يلي صار له سنين متروك؟ وين في شي بيفيد الشعب رح نكون أول الناس عم نعمله، لأن الحكومة ما عاد فيها تتحمل تكاليف بناء السد الكبير. لهيك أنا عم بتبرع لإلكن مشان فيد أهلي وناسي. لازم نكون إيد وحدة كلياتنا مع بعضنا، ونتساعد سوا لحتى نخلص هذا السد. بدنا نخلي المي توصل لكل البيوت لنسقي أراضينا. أنا شادد ظهري بهمتكن وبشغلكن هون. سمعنا كتير حكي يا آغا. والله لنا سنين ما عم نشوف غير الحكي بس بلا فعل يا آغا. إيه نحن غلطنا هالغلطة من زمان، كان في مشاكل كتير بالبلد ما كان حدا فاضي لهالسد. أنا جاي بصفتي ابن البلد، ماني تابع للحكومة، وما عندي نية أرجع رشح حالي. أنا اليوم واحد منكن من الشعب، فهمتوا؟
شكله هذا جاي ومتعذب ليبيعنا حكي مشان ننتخبه. اي والله لنا سنين بنسمع هالحكي. اي والله صحيح الحكي. اي والله ليكو هالاراضي ما بتنباع بمال الدنيا، شايفين هالحجار وهالارض يلي قدامكن ما بتسوى كل الدنيا واللي فيها؟ اراضينا ذهب، اراضينا ذهب. لا تتحرك، لا تتحرك، بوس والله. تمام يا اخا، نحن فضينا كل شيء. لكن طلعت انت اللي عم تتعاون مع شكور وعم تساعد جماعته مو هيك؟ احكي لشوف. لا تتحرك، لا تتحرك. وبدك تعطي بنتك لاخوه لشكور؟ انا ما اعطيت بنتي لحدا. بدك تعطيها يا كذاب؟ اعطيت ارضك لشكور ما؟ بعت ارضك من شان شويه مصاري؟ ما بتعرف انه قصه السد كذب؟ فهمني شو اللي بيخليك تتعاون مع شكور اغا؟ انت مخربط يا اخي، والله ليموتكن زياد بس يعرف. ما بعرف زياد ولا مزاد. لا تتحرك عمل لك، لا تخليني اوصك. ها لا تتحرك ولا اخذت المصاري. ما بنعرف زياد وما بيهمنا. اذا لسه بتتعاون مع شكور رح تكون هي اخر ايامك. سمعت منيح تهديدي الك؟ ارجلكن يا كلاب. يلا خلونا نمشي، يلا بسرعة. لا تحرقون، فكونا فكونا. يلا انت وياه، يلا بسرعه، يلا فكنا. في حريقه، في حريقه. ولك شو هالريحه؟ في حريقه، في حريقه، في حريقه. يا جماعه حدا يفكنا. في حريقه، في حريقه، حريقة، في حريقة، في حريقة، حريقة، في حريقة. جعفر، جعفر انت منيح؟ شو عم بيصير يا ربي؟ هالمصايب ما عم تحل عننا. شو في يا جعفر؟ ربطولنا ايدينا وبعدها حرقوها للبايكة، وكل شي عنا خواريف، ما بقي شي بنوب بنوب. مين ورا هالعملة هي؟ مبين مين سواها، ما في غير شكور الكلب. مو متل ما انك مفكر، اللي هاجمونا اليوم جماعة تانين. شو عم تحكي انت؟ يا اغا بعدين بتحكي معه، خلينا بالاول نروح لحتى نشوف شو صار برزقنا. شو عم تستنوا؟ جيبوا سلاحكم وتعوا، ولا شو راح نضل ساكتين؟ يلا ايه ما راح نسكت، ما راح نسكت. مظبوط، كل سلاحكم جيبوا، لازم نجيب السلاح. ما راح نقصر معهم، راح ناخذ حقنا. يا اغا لا تخليهم يتهوروا. قوم معي يا اخي جعفر، خلينا نروح شوف شو صار برزقنا لنعرف شو بدنا نساوي. قوم. زياد أخا بوس رجليك إنه تسامحني، بترجاك. هنني اللي جبروني إجي، قالوا لي إنه إذا ما بقتلك أنا هنن رح يقتلوني. هيك لكان، شو بدي ساوي فيك هلأ يا كلب؟ هنن جبروني أوس على عبيده. مين؟ أنت اللي أوسط عبيده؟
إسماعيل واحد منا وكان يحمل هم سلامة الضيعة ومعتبر عائلته وإنه شرف هالضيعة من شرفه وأكيد ماتوا هو عم يدافع عن حاله من الأذى. شو في غير هيك؟ الضحية انصاب برصاصة بارودة، كان في آثار لأربع رصاصات على أكثر من مكان بجسمه، وفي رصاصين لساته موجودين بجسمه مستقرين بالأعضاء. اكتبي بنتي، إسماعيل ابن درويش تعرض لعدة طلقات نارية وعثر على آثار لأربع رصاصات بجسده، اثنتان منها ما زالتا في جسده. طيب يا سيد عبدالله احكي، شو في عندك؟ شو يلي صار؟ شو بدي احكي؟ ما بعرف من وين بدي بلش ولا شو أقول لك. زريبة الجيران احترقت مبارح وهربوا الخواريف، يعني كان في هجوم علينا سيدي، في مجرمين خطيرين هجموا علينا، مو طالع بإيدنا شي، وما في معنا سلاح غير العصايات. الله وكيلك سيدي، كل السلاح اللي كان معنا سلمناه، يعني الشغلة قلة حيلة وبس. سيدي نحن منتأمل منكم أنه ترفعوا عنا الحظر لنقدر نحمي حالنا. مو عن هذا الموضوع بدي إفادتك، طلبك هاد مو اختصاصي، أنت بتعرف هالمنطقة أكتر من الكل وعندك خبرة بالمنطقة كمان، وهيك حوادث صارت من قبل بهالضيعة وأنت كنت حاضر على اللي صار وقتها. حطيت إيدك على الجرح تماما سيدي المدعي، هدول كبسوا علينا بالليل وكان لازم ندافع عن حالنا بأي طريقة، وقدمنا هالشهيد ضحية مثل ما أنك شايف حضرتك، ولا قدر الله لو كان شكور آغا بالضيعة شو كنا رح نساوي لو هدول المجرمين القتلة وصلوا لغايتهم. أصلا في مين عم يساعدهم ولازم نعرفه، في خونة بيناتنا وفي واحد منهم معروف، واحد ندلو سرسري ومعروف بالضيعة كلها اسمه زياد. من وقت ما اجى على الضيعة ما عاد عرفنا شو هو الأمان يا سيدي، كنا عايشين ومنحب بعض لوقت هو شرف لعنا، وما كنا منعرف شو هي المشاكل. زياد اجى وخرب كل شيء وسبب بموت عبيده المسكين سيدي، وهالناس بيشهدوا، ومبارح شافوا زياد بكهف قريب من هون ومجتمع مع ناس مسلحين كمان. تعال احكي له. ايه بحكي لشوف. قلي شو شفت؟ بهداك اليوم وأنا عم أقرع الغنم بالجبل قريب من الكهوف انتبهت إنه الكلاب عم تعوي وعم تروح باتجاه الصخور، وشو شفت لما لحقتهم؟ زياد كان قاعد عم يحكي مع خمس رجال مسلحين سيدي، وكمان مرشد كان معي وشافهم مثلي. ايه والله شفتهم يا سيدي المدعي، ايه شفتهم بعيني. اكتبي، بحسب إفادات الأهالي إسماعيل ابن درويش تعرض لإطلاق نار في ليلة الهجوم، على الرغم من أن الفاعل للآن مجهول الهوية، وحسب الإفادات وأقوال الشهود والذين كانوا موجودين في تلك الليلة، زياد ابن دريجان الذي يقطن في قرية نارميكان يعتبر المشتبه بجريمة القتل، ومن أجل الاستجواب يجب الأمر بالإلقاء القبض عليه وبالسرعة القصوى لتحقيق العدالة، وفي نفس الوقت من الضروري استجواب المقربين من زياد أيضا. زياد ما إله علاقة بشي، تركوا زياد بحاله. زياد بترجاكم لا تاخدوه معكم، زياد لا تروح. زياد سوزان زياد لا تخافي، ما عمل شي أنا بعرف. خلص راجع لا تخافي، زياد ما إله بشي. زياد لا تركوه، تركوا زياد، ما فيك تروح. اهدى زياد لا تروح. زياد خلص بقى امشي، حرك حالك، ما سوى شي، يلا تركوا راجع، لا تروح يا مالي، لا تروح، تركوا زياد بعده عن مشان الله. خلصنا امشي اهدي خالي، هيك خالي خليك لا تروح، خلص ان شاء الله ما بصير. لا تاخذوا خالي امانه، خالي حرك يا خالي، خليك دامي لشوف. زياد ما عمل شيء، طولي بالك والله خالي ما سوى شيء. ما بالسياره يلا بسرعه، اتركوه بحاله خالي. زياد الله يوفقكم، اتركوه طولي بالك، بترجاكم اتركوه خالي، ما دخلوا، ديروا بالكم على حالكم، ما عمل شيء زياد بريء، مو عمل شيء خالي، اتركوه بترجاكم اتركوه.
زياد خالي عرفات رجع لهون يا خالي عرفات رجع يا أخي خالي 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 رجال مثلي واحد كان مبعوث لما يكون في اي مشكله بالبلد بلبي دغري قد ما اكون مشغول بيجي بنفسي لادلي بافادتي من كم سنه هذا الرجال يلي حاول وقتها يجي يقوصني انا يلي ساعدته جبت السلام للضيعه وحط الضيع مع بعض مالي خلق اتعامل مع ناس من هالنوع بنوب وعلى القانون بنمشي ساوي اللي بدك اياه طمنا شو الاخبار لحقوني شكور الايام بيناتنا والله ما رح انسى لك ياها والله لك الرجال ما بيهربوا يا شكور رح خليك تدفع ثمن عملتك غالي يا قليل الاصل ما فيك شرف تحرك شكور انا رح خليك تندم بوعدك زياد زياد انت منيح منيح زياد تمام بدها شويه صبر بفديك بروحي يا زياد حضرة المدعي ما إلي علاقة باللي صار انسجنت مدة طويلة وما كان في دليل واحد ضدي والمجرمين الحقيقيين عم يصولوا ويجولوا براحتهم برا ساوي اللي بدك يا بس وحياة اللي خلقني واللي رفع السما من فوقنا أنا ما إلي ذنب باللي صار سيدي ساوي اللي بتلاقيه مناسب بس أنا زلمة بريء اكتبي يا بنتي لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس